هذا هو السفر الأخير، قدر الصغير مع الكبير، والموت سهم نافذ يفني الغني أو الفقير. هذا هو السفر الأخير، قدر الصغير مع الكبير، والموت سهم نافذ يفني الغني أو الفقير. هذا هو السفر الأخير، قدر الصغير مع الكبير، والموت سهم نافذ يفني الغني أو الفقير. أين المآكل والمشارب والمراكب والقصور؟ أين النظارة والجمال؟ وأين رائحة العطور؟ أين ابتسامتك التي منها يشع سنا السرور؟ بل أين صوتك في المجالس، ذلك الصوت الجهور؟ بل أين عزتك التي صعدت إلى برج الغرور؟ بل أين ذكرك بعدما كنت المعرف والشهيد؟ هل مخبر عن ذلك المسكين كيف هو المصير؟ كم كان ينقل خطوه بين البراري والبحور، والآن قد قصرت خطاه عن التنقل والمسير. أمسى أسيرا يا لذلك بعد عزك يا أسير، وغدا فراشك من تراب لا غطاء ولا سرير. قم يا أخي في الليل واقرع باب تواب غفور. أوما يذكرك الظلام ظلام موحشة القبور؟ أطل السجود لعل وجهك أن يفوز ببعض نور من نور خلاق البرايا في المقابر والنشور. واكسر قيود الإثم واجعل روحك العليا تطير، واطرد غيوم الهم يا محزون عن روض الشعور. تب يا أخي تب يا أخي، فالله غفار